أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم رائدة الأعمال مدام أمال من أرغانا كوزمتكس. أهلا مدام. أهلا وسهلا فيكم. بداية محل أرغانا، نورتينا بالبرنامج ونشكرك على تواجدك معنا، ونتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع أرغانا كوزمتكس. تسلم. والله إحنا هني في أرغانا كوزمتكس طبعا محلنا جديد، تقريبا تأسس من 3 شهور. نحاول إنه إحنا نوفر كل المنتجات الآمنة للزباين، الأشياء اللي مصرحة، ونحاول إنه نجيب أشياء طبيعية وأشياء نافعة الكل ست تهتم بجمالها. جميل جدا. طيب بمناسبة الحديث عن الجمال وعن المواد التجميلية، ممكن تعطينا المزيد تفاصيل عن أنواع المواد المتوفرة حاليا بالمكان؟ بالنسبة للمواد المتوفرة، في عندنا ميك اب، في عندنا كريمات التبييض، معالجة الكلف، تصبغات، سكرابات، في عندنا منتجات مغربية حق الحمام المغربي، في لوشنات، في شامبوهات طبيعية، في جميع أنواع الزيوت الطبيعية، كل ما تحتاج له أي سيدة. وحتى بالنسبة للرجال، في كوليكشن كبير حق الرجال للعناية بشعار وبالبشرة وبكل الجسم. جميل جدا. في بعض الناس عنده معاناة من المواد الغير عضوية أو الأشياء المصنعة، هل يا ترى بتوفروا أشياء عضوية وطبيعية في المكان؟ إن شاء الله. إحنا خطتنا المستقبلية بإذن الله إنه يكون البرودكت تبعنا كله بيو، يكون أورغانيك، وكله يعني جاي من المغرب، من أماكن اللي هي القرى أو الجمعيات المغربية اللي تصنع كل شيء يدوي وكل شيء على الطبيعة وزيوت طبيعية 100%. رائع جدا. طيب في مجال الكوزمتكس في منافسة شديدة في دولة الإمارات، كيف تميزتي كمدام أمال في هذا المجال؟ أنا الحمد لله صار لي 14 سنة في البزنس، وطبعاً عندي خلفية كبيرة بالنسبة للكاستمر سيرفيس، فكيف تتعامل مع الزبون وكيف تحترمه وكيف توصل له فكرة المنتج، هاي مو أي حد يقدر يسويها، وكيف تقنعه، أوكي، بس أهم شيء كمان المصداقية. رائع جدا. طيب مدام باعتبار انك متواجدة في دولة الامارات منذ زمن وعندك حاليا خبرة طويلة في مجال البزنس كرائدة اعمال، شو نصيحتك لاي رائد او رائدة اعمال عندهم طموح انه يأسسوا عمل او بزنس في دولة الامارات؟ الحمد لله البيئة التحتية بالبلد بتساعد رؤوس الاموال انه يسووا بزنس، والحمد لله كل الإجراءات وكل الأشياء والتكنولوجيا اللي وصلت لها البلد إنه بتخلي كل الإجراءات سلسة، فما في صعوبة، ما في أي شيء. يعني أي واحد يبغى يسوي أي بزنس من أي نوع، بس أهم شيء إنه يدرس نوع البزنس ويتوكل على الله، والحمد لله يعني الدولة بتساعد وبتشرح وكل شيء بيكون سهل وكل شيء متوفر الحمد لله. أخيرا بدنا نشكرك جزيلا مدام أمال على تواجدك معنا ببرنامج، وبدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع أرغانا. محل أرغانا متواجد في راس الخيمة بمنطقة الدهان، امتداد شارع الكويتي، اللي جنب مخبز الإمارات. في عندي انستغرام، في سناب شات، في فيسبوك، في واتساب، وأنا برد على كل المكالمات وعلى كل المساجات، وأنا في خدمة أي حدا إن شاء الله بيتواصل معي، وإن شاء الله ما بقصر مع أي حد. وأهلا وسهلا فيكم في محل أرغانا. نشكرك مرة تانية مدام أمل على تواجدك معنا ببرنامج، نتمنى لك دائم التوفيق والنجاح يا رب. شكرا كثير، وشكرا كمان على تواجدكم ودعمكم لنا الكبير. تسلموا. تسلم يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.